مباراة ودية مهمة للمنتخب المغربي أمام نظيره الأرجنتيني شهر مارس المقبل، اللقاء اللي كان غادي يجمع ما بين المنتخبين في ملعب مولاي عبد الله بالرباط ليتم تحويله إلى ملعب طنجة الكبير. شروط كثيرة فرضها لاعب ليونيل ميسي الممارس رفقة فريق برشلونة وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية على الاتحاد المغربي قبل إجراء هذه المباراة الودية اللي كل تكلم عليها في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الصحف والمواقع المغربية المتتبعة للرياضة. اليوم نزلنا للشارع باش نعرفوا رأي الجمهور المغربي في هذه الشروط، تابعوا معنا. فهمتي علاش ما يتصوروش معاه؟ علاش هو شكون؟ كأنه هو بنادم في حالنا في حاله. مالو هو فايتنا باش؟ فايتنا باللعب باش فايتنا؟ والو بكورة جوي أرانا أرانا. من قيمة بزاف راه بحال يحتقر المغاربة. والمغاربة المغاربة هذه اللي جاب ميسي وجاب الأرجنتين هذا اللي خصبها به القتيلة. هذه لنا. ميسيك ولا كيدير الشعب المغربي كامل، وهذا الشيء اللي كان غادي نقول عليه. واش ما عندهم من يديروا ذوك الفلوس؟ خسرهم على ميسي، ما عندهم من يديروهم. راه العصا الله فين يديروا الشعب راه محن هما ميسي، واش نديروا حنا بميسي كاع؟ نعبدوه؟ انا بصفتي تونسي نشوف حاجه عاديه، يعني نشجع يعني المنتخبين الزوز ونحب تونس ونحب المغرب وكذلك، يعني حاجه مزيانه انه تكون حاجه ما انا متهمين فيها، حاجه منظمه وحاجه يعني تزعل الشباب والجوارات والجمهور، زاد حاجه مزيانه وخلاص. والله ماما شوفوا شروط عشنية وانا الجمعيه تقول شنو هو شروط بالضبط، يعني شنو هو المصطلحات تاعو ايه ولا، يعني حاجه اللي موافقين عليها ولا مش موافقين عليها الجمهور ولا والله واحد من الناس، يعني هي حاجه باهي اتفاقيه بين الاثنين باهي، يعني كذا راهي تفاهمين وزوز في بعضهم اتفاقيه باهي مزيانه والله يربح ان شاء الله. انا والله واحد من الناس، يعني هي حاجه باهي اتفاقيه بين الاثنين باهي، يعني كذا راهي تفاهمين وزوز في بعضهم اتفاقيه باهي مزيانه والله يربح ان شاء الله. عدم اخذ سلبيه تعتبرها مساله عاديه؟ مساله عاديه بالنسبه لي انا، مساله عاديه. علاش؟ على خاطر يعني يكون متواضعين بين الاثنين، يعني يكون يعني الطرفين يعني مرتاحين ورابحين الطرفين، الطرفين متفاهمين حاجه مزيانه. عايشك بارك الله فيك. هو الشروط يبقى ميسي لاعب كبير غالي على التعريف، ولكن بحكم هاد الشروط هادو قاسية شوية، لاعب تيبقى كبير في اللعب ديالو في العطاء ديالو ماشي في هاد الشروط هادي. وان شاء الله نتمنى نفوز المنتخب المغربي ان شاء الله، وديما مغرب ديما مغرب. كيف تابعتوا مشاهدي قناة الدار هذه آراء بعض الجماهير المغربية بخصوص الشروط اللي اقترحها ليونيل ميسي قبل إجراء المباراة الودية ضد المنتخب المغربي؟ التعليق كيبقى لكم، وكنتمناو تحقيق نتيجة إيجابية اللي غتساهم في رفع معنوية اللاعبين قبل خوض استحقاقات كأس إفريقيا 2019. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.